أحبائنا مشاهدينا في كل مكان من مدينة القدس أورشليم، رح أتكلم عن المأمورية العظمى، وأنا في مكان اللي يطل على جبل الزيتون لنسمع كلمات المسيح الأخيرة من هذا الجبل، وبنعمة الرب رح نروح على الجبل حتى نستكمل التعليم هناك. السؤال، شو آخر كلمات اللي بيتفوه فيها الإنسان؟ عادة آخر كلمات وآخر وصايا بتعبر عن شخصية وهوية الشخص، لكن الجدير بالذكر أنه كل العظماء كانوا بيخطبوا أو الكلمات الأخيرة لهم قبل الوفاة، قبل الممات، لكن كلمات المسيح الأخيرة بعد ما انتصر على الموت وقبل صعوده إلى السماء. في القديم نرى موسى بيتكلم مع الشعب، يشوع بيخطب، أو قبله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بيخطب طبعا للأسباط وهكذا، لكن كلمات الشخص الأخيرة هي اللي بتعبر عن رسالته، استراتيجيته، غرضه، هدفه من كل الأمور. خلينا مع بعض ندرس المأمورية العظمى والمكان الأخير اللي وقف عليه يسوع المسيح قبل صعوده إلى السماء. ابقوا معي، سنواصل حديثنا بعد قليل.